السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله عندنا درس حول le verbe aller. le verbe aller غنشوفوا تصريف هذا le verbe في le présent، وأيضا غنتعرفوا على الاستعمالات المختلفة لهذا الفعل. فلنبدأ على بركة الله. فأولا le verbe aller au présent التصريف نتاعو هو كالتالي: je vais, je vais. tu vas, tu vas. il va, elle va. nous allons, nous allons. vous allez. ils vont, elles vont. je vais, tu vas, il va, elle va. nous allons, vous allez. ils vont, elles vont. Je vais كتعني أنا أذهب. je vais. tu vas تذهب يعني أنت تذهب أو أنت تذهبين. فبالنسبة لتو vas فتكتب بإس ولكن ما كنطقوهاش. وأيضا je vais ما كنطقوش إس. il va elle va. il va يذهب. elle va تذهب. nous allons فهنا عندنا la liaison. فنو كتنتهي بأس و ألون كتبدأ بأ اللي هي فويل، دونك كنقومو بلا ليزون كنقولو نوز ألون، نوز ألون نحن نذهب. فوز ألي هنا أيضا لا ليزون، فوز ألي أنتم تذهبون. إيل فون يذهبون. إل فون هن يذهبن. دونك جو في تو فا إيل فا. Nous allons, vous allez, ils vont. الآن ننتقلوا نتعرفوا على استعمالات le verbe aller. فle verbe aller أو الفعل يذهب كنستعملوه للدلالة على المكان، يعني المكان الذي سنذهب إليه. مثلا Sarah va au travail، يعني سارة تذهب إلى العمل. فSarah va au travail يعني سارة تذهب إلى العمل. فهنا استعملنا لو فيرب الي للتعبير عن المكان، دونك سارة فا او طرافاي. كنستعملوه ايضا للسؤال عن حال الشخص، دونك لو فيرب الي ممكن نستعملوه ايضا للسؤال عن حالة الشخص. مثلا كنقولو كومون فاتو، كومون فاتو كيف حالك، كومون فاتو. دونك هنا ايضا استعملنا لو فيرب الي كومون فاتو. وايضا كنستعملوه الا بغينا نجاوبو على هذا السؤال، فكنقولو مثلا Je vais bien, merci. Je vais, donc je vais bien, merci. فهنا أيضا استعملنا le verbe aller. Je vais bien. فكنستعملو أيضا le verbe aller في le futur proche. alors بالنسبة le verbe aller كنستعملوه كمساعد إلى صرفنا le verbe في le futur proche. donc le futur proche هو المستقبل القريب. donc دائما في le futur proche يكون عندي le verbe aller plus verbe à l'infinitif، يعني verbe في حالته الأصلية ما مصرفش. دونك دائما le verbe aller plus verbe à l'infinitif. بحال هاد ليكزومبل، مثلا je vais aller à la montagne. je vais aller à la montagne. دونك هنا قلنا je vais aller à la montagne، فهذا هاد le verbe صرفناه في le futur proche. ممكن نقول أيضا je vais manger un gâteau. je vais faire mes devoirs. دونك دائما في لو فيتور بروش كيكون لو فيرب الي بلس فيرب ا لانفينيتيف. دونك هنا جو في الي ا لا مونتاني يعني انا ساذهب الى الجبل. لا مونتاني هو الجبل. فبالنسبه هنا قلنا ا لا مونتاني لانه لا مونتاني نون فيمينا يعني اسم مؤنث. دونك قلنا ا لا. كون كان هنا اسم مذكر او اسم او نون ماسكولا فغنقولو او. بحال هنا قلنا او ترافاي سارا فا au travail لان هذا الاسم مذكر. داكور، دونك الا كان الاسم مذكر كيسبقو او، والا كان مؤنث كتسبقو الا. نتمنى يكون واضح لكم. ايضا كنستعملو لو فيرب الي الا بغينا نقولو مثلا هاد الشيء اسورتي مع هاد الشيء. مثلا cette robe ne va pas avec ce sac. cette robe ne va pas avec ce sac يعني هذا الفستان لا يتناسب مع هذه الحقيبة.
هذا الفستان لا يتناسب مع هذه الحقيبة، أو ممكن نقول cette robe va avec ce sac، يعني هذا الفستان يتناسب مع هذه الحقيبة. داكور، نتمنى يكون واضح لكم. فقلنا le verbe aller كنستعمله للدلالة عن المكان أو للتعبير عن المكان، يعني لا بغينا نقوله، يعني لا بغيت نقول أنا ذاهب إلى المكان الفلاني فأستعمل le verbe aller. كنستعمله أيضا للسؤال عن حال الشخص، يعني كيف حالك أو كيف حالكم، فكنستعملو le verbe aller بحال مثلا هنا قلنا comment vas-tu، comment vas-tu. كنستعملوه أيضا للإجابة على هذا السؤال، يعني يسألني شي شخص كيف حالك فأقول له أنا بخير، فهي je vais bien، je vais bien. هنا أيضا استعملنا le verbe aller. كنستعملوه أيضا مع le futur proche إلا بغينا نصرفو شي verb. في le futur proche فكنستعملو le verbe aller مصرف لو بريزون زائد فيرب على الانفينيتيف، يعني فيرب في حالته الاصليه. دونك جو في، كيف هنا عندي هاد ليكزامبل نتاع جو في الي ا لا مونتاني، او كيف قلنا جو في مونجي ان غاتو، جو في فير مي دوفوار، يعني في لو فيتور بروش دائما لو فيرب الي بلس فيرب ا الانفينيتيف. وكنستعملوه ايضا الا بغينا نقولوا هاد الشيء اسورتي مع هاد الشيء او العكس، مثلا سيت روب نو فا با افيك سو ساك، او cette robe va avec ce sac، يعني هذا الفستان يتناسب مع هذه الحقيبة. الآن نمر نقوم أو نجزو إكزرسيس أو تمرين. alors بالنسبة لإكزرسيس complétez les phrases par le verbe aller au présent de l'indicatif. donc هنا عندي des phrases، هاد الفراغات غنملؤهم le verbe aller au présent de l'indicatif. donc la première phrase أحمد le verbe aller au présent à l'école en bus. nous le verbe aller au présent au musée. comment le verbe aller au présent tes parents. je le verbe aller au présent partir. فالآن وقفوا la vidéo، قوموا بإنجاز الإكزرسيس ونرجعوا باش نصححوا. الآن غنصححوا الإكزرسيس. بالنسبة لا première phrase عندنا أحمد le verbe aller au présent à l'école en bus. alors أحمد كيعود ليا البرونون بيرسونيل il، و لو فيرب الي مع il هو il va، و بيان أحمد va à l'école en bus. فهنايا هاد لا فراز، يعني أحمد يذهب إلى المدرسة بالحافلة. alors هنا لو فيرب الي استعملناه للدلالة على المكان، فهنا لو فيرب الي عبر ليا على المكان، يعني المكان هو l'école. دونك أحمد va ou à l'école. D'accord. La deuxième phrase, nous, le verbe aller au présent, nous allons. Nous allons au musée. Nous allons au musée. Enfin, le musée est le mouthaf. Nous allons au musée. Le verbe aller à Barlia, elle est le makan. Comment le verbe aller au présent, tes parents. Fahna britnes la halet, les parents. Yani pluriel. فغنستعمل فغنقول comment vont tes parents. comment vont tes parents لأنه les parents عودوا ليا البرونون بيرسونيل il. donc comment vont tes parents. comment vont tes parents. فهنا سألت على حالة les parents. بالنسبة لا dernière phrase je le verbe aller au présent partir. donc je vais partir. je vais partir. فهنا le futur proche. فهنا le verbe aller plus verbe à l'infinitif c'est le futur proche. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا الاستعمالات المختلفة للو فيرب الي. فإلا استفدتوا من الدرس فما تنساوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة. ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.